بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في قناتكم جديد الربح من الإنترنت. إن شاء الله اليوم أول فيديو في رمضان، غادي نهضروا إن شاء الله على لا كريبتو كيرونسي، نهضروا على سوق العملات الرقمية، نشوف الجديد ديال سوق العملات الرقمية في ظل الكونسنسوس اللي كان في نيويورك، الكونسنسوس ديال 2018 ديال لا كريبتو كيرونسي اللي كان في نيويورك. بالنسبة للماركت كاب 375 مليار دولار، بالنسبة للفوليوم ديال 24 19 مليار دولار، والبيتكوين دومينونس 37.4%. بالنسبة للبيتكوين وصل 8244 دولار، الإيثيريوم 691 دولار. كيف مشو بدا شوية ديال الأخضر، كان قبل كان كل شيء أحمر، دابا وقيلا كاين واحد الانتعاشة جديدة في هذه الساعة الأخرى اللي دازت. بالنسبة للرايبل 0.67 دولار، البيتكوين كاش 1202 دولار، ايوس 12.99، لايتكوين 135 دولار، اتسيتيرا. اليوم بغيت نهضر على الكونسنسوس. الكونسنسوس اللي دار صراحة في نيويورك خلف اللي كان فيه تقريبا واحد 8000 ديال 8000 اللي ديال 8000 الانترفيونون، تقريبا 8000 اللي شاركوا في هذا المشارك اللي كانت في هذا الكونسنسوس. المشكل اللي وقع هو ان الناس كانوا كينتظروا بان مرة الكونسنسوس مباشرة يوقع واحد ارتفاع كبير، ولا ارتفاع تقريبا في الثمن ديال العملات الرقمية لا كريبتو كيرونسي، وفي الثمن ديال الماركت كاب، وبالتالي العملات الرقمية ارتفعوا في الثمن. ولكن المشكل انه العكس اللي وقع في مورا هاد الكونسنسوس، وكاين مجموعة ديال التفسيرات. كاين واحد الارتيكل اللي خرج في دابا صافي 9 يعني شي 9 سوايع دابا على الكونسنسوس، داروه في الريديت، وهاد السيد هذا كيكريتيكي الناس ديال الكونسنسوس والناس ديال لا كريبتوكورونسي اللي كاينين اللي كانوا في الكونسنسوس. قالك بانهم صفاره وبانهم اتسيتيرا اتسيتيرا. تقراو الكونسنسوس، تقراو هذا الارتيكل هذا اللي خلف واحد الردود فعل كثيره جدا. كاين اللي مؤيد لهذا الارتيكل هذا، وكاين بزاف الناس اللي عارضوا هذا الارتيكل كيف ما كتشوفوا. وهاد الناس اللي كاينين في الريديت راه سوسون دي لا بلوبار منهم كي عندهم واحد لا بوزيسيون كبيره في لا كريبتو كورونسي. كاينين دي زيكسبير لي في لا كريبتو اللي كيخدموا هنا في الريديت، وكي كومونتيو كل ارتيكل، وكيديروا دي زارتيكل في الريديت. طيب بيان، لامباكت يعني لامباكت الارتفاع الثمن ديال العملات الرقميه ما كانش ابخي ولا ديغون ولا في ظل الكونسنسوس، ولكن التجارب السابقة ديال 2016 ولا 2017 ولا 2015 بينات بأن لي كونسونسيوس اللي كانوا قبل ما كيكونش الثمن كيرتفع، ف لا في ديال الكونسونسيوس لا موراه الكونسونسيوس. تتسنى واحد 10 أيام، واحد 20 يوم تقريبا، بين 10 أيام وعشرين يوم بما كيطلع الثمن وكيرتفع الثمن كيرتفع الثمن. العديد من الناس أنهم أكدوا، لأن كيف ما أكدت أنا في الفيديو اللي درت سابقا، بان ربما ان هاد لي زانستيتيسيون فينونسيير ولا هاد المؤسسات الاستثماريه الكبرى، ولا هاد لي نوفو انفيستيسور المستثمرين الجدد اللي باغيين انفيستيو في لا كريبتو كورونسي، كيتسناو دي بوان دونتري. يعني بالنسبه لهم 8244 دولار غالي عليهم بزاف بالنسبه للبيتكوين، مكرهوش يهبطوا للسوق بالماكسيموم البوسيبل يهبطوه، وبالتالي يشريو باش يبيعو في الطوب، فاش يوصل الماركت كاب ولا يوصل الماركت كاب في القمة ديالو، وصل 800 مليون 8 مليار دولار، ولا يوصل 900 مليار دولار، ولا 1 تريليون دو دولار، علاش لا؟ لذلك هاد الناس هادو كيحاولوا ياخذوا لي بوزيسيون ديالهم، ياخذوا لي بوزيسيون ديالهم عفوا من لي كريبتو كيرونسي بلا ما يطلعوا ثمن ديال العملات بشكل خرافي. يعني انهم كياخذوا بشويه بشويه، وكيعمروا لي بوزيسيون ديالهم، كيعمروا لي واليت ديالهم، باش نهار يبداو يشريو فعلا، يطلعوا السوق فعلا، باش الناس تعاود تدخل ثاني، الجدد يعاودوا يدخلوا
اتسيتيرا غير ارتفع الثمن لواحد الدرجه كبيره، وبالتالي هما غيصولديو في واحد لا بوزيسيون دو فورس، واحد لا بوزيسيون لي كبيره، وغتكون الارباح ديالهم مضاعفه جدا. انا بالنسبه لي اللي بغيت نقول لكم في هذا الفيديو ان مجموعه من الشركات العالميه، منهم جوجل، منهم فيسبوك اتسيتيرا، مايكروسوفت، فيسبوك، اي بي ام، مجموعه من الشركات والابناك الاستثماريه الكبرى باغا تدخل لا كريبتو كرنسي. وهذا الشيء كنت كنقوله دائما في الفيديو ديالي، وقلبوا لستوري دي الفيديو غتلقاو نفس الهضره. قلت بان كل شركه ولا كل شركه من القدام، كل شركه غتحاول دير الكريبتو ديالها، العمله الخاصه بها، وتحاول تنزلها في السوق. كل شركه غتحاول دير هذا المشروع. هذه انا دابا في البدايات، بلا ما تسوقوا الاثمنه حاليا، بالنسبه اللي بان لكم بانكم عندكم واحد الخسارات، خسارات اللي خساره اللي في العملات الرقميه، غير صبروا، غير صبر، وحاول تحاول تدير لا بوزيسيون ديالك، تكبر قد ما كبرتي لا بوزيسيون ديالك، قد ما قدرتي تانفيستي، قد ما قدرتي تكبر لا بوزيسيون ديالك في عملات، العملات اللي معروفين، العملات اللي باينين عندهم واحد المستقبل، قد ما غادي يكون مزيان، وقد ما يكون في الصالح ديالك من هنا لقدام. لان هذا العالم هذا ديال لا كريبتو كرونسي هو لا توندونس، وهو المستقبل، وكل شيء الناس غادي يحاولوا انفيستيو فيه. لذلك حاول الماكسيموم تضيعش الوقت، وجميع الشباب المغربي والشباب العربي خصو انفيستي في لا كريبتو كرونسي، لان هي المستقبل. ما يبقاش بعيد هو كيتفرج، يحاول يدخل الدومين، يبدا يتعلم، وخا يبقى انفيستي غير، وخا يبدا غير مثلا 50 دولار، 100 دولار، 150 دولار، 200 دولار، المهم غير يبدا ويبدا يتعلم. حتى اللي ما عندوش اصلا، عنده ما عندوش 0 دولار، يقدر يبدا. شرحنا المواقع، عديد من المواقع اللي تقدر تبدا منها، منها ستيميت، انك تقدر تحط لو كونتوني ستيميت وتحاول تخدم في ستيميت، وبالتالي غتربح شويه ديال لا كريبتو كيونسي، وتحولها للعملات الرقميه، تبدا تريدين. كيف ما قلت لكم فوالا، بغيت نشرح لكم، بغيت هضرنا على الكونسنسوس، هضرنا على مجموعه من الامور. اتمنى يكون التفاعل اكثر في القناه، والتفاعل اكثر من في هذا الفيديو هذه. وتبارك الله عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.